المشروع هذا برعايه الشركه الكويتيه للعطريات لمده 3 سنوات. المشروع له جزئين، جزء توعوي حق الطلبه يكون الاطلاق هنا بالسالميه ومحاضره واسئله واجوبه، وبعدين يجون بنفسهم الطلبه يطلقون. والجزء الثاني اللي هو عن طريق الطراريد، ناخذ كميات ونطلع جون الكويت، لان جون الكويت محمي من الصيد وهذا، ونطلق الثلاث انواع هذه بالجون. دكتور، شو المحاضرات اللي تعطونها للطلبه اساس انه تدري الطالب يستفيد يشوف يطالع شنو معهد الابحاث يقوم من ابحاث علميه للاسماك؟ والله المحاضره تكون مركزه على البيئه البحريه، وشلون نحافظ على البيئه البحريه، وشلون الامهات في تناقص بسبب التلوث، الصيد الجائر، الامور هاي كلها، وشلون احنا قاعد نحاول نضيف الاسماك هذه عشان تكون امهات جديده، عشان يكثر عدد الامهات، وبالتالي الزياده السنويه تكثر والصيد يتحسن. احنا شو حتى يعني سمكه الشعم ما شاء الله سمكه مو صغير، يعني ما شاء الله ممتاز. هذا ممتاز، اي، لان كل ما تكون اكبر تكون اقوى، وتكون احتمال انها تعيش وتصير ام احسن، لكن مكلفه، فيها كلفه ويعني ما يعني النظام القديم ما كان يحب انه يطلقها، كان صغيره 5 جرام 3 جرام، وهذه ما تعيش، ما تموت، بس ما فيها كلفه. تكلم دكتور، ايش كثر راح يعني تطلقون هذه الاسماك؟ يوميا، بالاسبوع، بالشهر؟ والله الان احنا ويا المدارس تقريبا يوميا مده اسبوعين او 3 اسابيع تقريبا يوميا، بحدود 2000 كل يوم يعني من الشعم والسبيطي. ولكن بالاطلاق النوع الثاني اللي هو الاثراء نفسه عن طريق الطراريد، لا، كميه اكبر طبعا. دكتور، يعني بعد اطلاق هذه السمكه يمكن انتم عندكم طريقه او ان ختم او وشم يطبع على هذه السمكه، يعني حتى لو بالبحر تبين انها اطلقت مع احد الابحاث؟ نعم، هاي السنه الاولى، هذه طبعا الحمله الثالثه بالنسبه لنا، ولكن السنه الاولى برعايه الشركه الكويتيه للعطريات راح نوشم السمك بالوان فسفوريه، اللونين، اللون الاول يحدد التاريخ الاطلاق، واللون الثاني موقع الاطلاق. وطبعا بعد سنه راح نعلن حق الصيادين ان ايون اللي عنده يشوف سمكه فيها الوشم هذا ياخذ مكافاه 10 دنانير 5 دنانير على حسب الاتفاق، ويعطينا السمكه ناخذ منها الوزن والطول وين صادها، وردها السمكه له ونعطي المكافاه. يعني هذه المسابقه راح تسوونها متى ان شاء الله؟ هذه بعد الاطلاق بسنه، بعد الاطلاق السمك الموشوم بسنه، عشان ان نعطيه فتره يتحرك ويكبر، ونعرف يعني بعد سنه اذا عاش معناه راح يتم يعيش. يعني طبعا يعني دكتور، احنا اليوم في 10/4/2019، في 10/5/4/2020 راح تبدون في هذه المسابقه، ومثلا انتم تسوون الاعلان عن هذا. نعم نعم، الوشم راح يكون 10%، مثل ما قلت لك لونين او 3 الوان على حسب اللي تبي، اللون الاول على الموقع، اللون الثاني على التاريخ، وبعدين نقدر نعرف مسار السمكه وين صادها، شلون مشت، من وين، مثلا هديناها بالسالميه صادها بالجهره مثلا، ندري نعرف المسار، وبعدين هديناها مثلا احنا 100 جرام وصلت هناك 500 جرام، فهاي هذا الشيء، المعلومات هاي مهمه لنا. وكل سمكه يصيدها عن 10 سمكات نقول انه عاشوا وما ماتوا، لان احنا اصلا نوسم 10% من المخزون، يعني اذا عندنا 1000 نوسم 100. ال 100 هذه اذا ردت لنا 100 معناه كل السمك نفترض انه عاش، عرفت؟ اذا ردوا 50 نفترض ان نص السمك عاش. نعم دكتور، انت اذا انتم يوميا تطلقون خلينا نقول 2000 شعم في البحر، يعني خلال اسبوع، خلال شهر، ما شاء الله كميه كبيره. والله انا حقيقه الكميه اللي قاعد اطلقها مو كافيه. في مشروع كبير، وايد كبير، مع الهيئه العامه للشؤون الزراعه والثروه السمكيه جاي بالطريق، اللي هو تقريبا 2 أو 3 مليون راح نطلق معاهم. اي، عشان المفرخ الجديد جاي راح ينتج هاي الكميات اللي تسوى. وبعدين الاطلاق اذا ما يكون متتابع 3-4 سنين ما يكون فعال وايد، لازم يكون متتابع 3-4 سنين. دكتور، لو نتكلم الان يعني باغلاق جون الكويت خلال هذه الفتره، لا بد ان يمكن الان جون الكويت ما شاء الله يمكن الان مشبع بالاسماك، يعني هذا يعني احنا حسب ما انتم كونكم يعني خبراء في الاسماك. نعم فعلا، يعني كان فعال تسكير الجون عن الصيد، فعال جدا، والنتائج اللي شفناها وايد وايد حلوه، وايد وايد ممتازه.
دكتور، يعني شنو النتائج اللي وصلت لكم؟ يعني صار لها فتره اغلاق هذا الجون وما شاء الله الصيد مو طبيعي، حتى ان الناس اللي يحدقون برا الحدود قاعد يصيدون، برا حدود الاغلاق قاعد يصيدون. العينات يعني اللي قاعد يعني احيانا يروحون يشيكون الهيئه لحمايه البيئه والثانيه الهيئه العامه للبيئه والهيئه الثانيه للزراعه والاسماك، يروحون يشيكون يطالعون كميه الاسماك ما شاء الله في تنامي. السنه اول مره يعني من 6 7 سنين زبديه 800 جرام ما شاء الله، العاده 200 300 400، السنه 800 و 900 اول مره يعني السمكيه زبديه بهالحجم مثل الاحجام الاوليه اللي قبل اللي يصير عندنا انهيار بالمخزون. نعم دكتور، الان حطيتوا السمك في هذا الحوض، الان اطلقتوهم في البحر او راح تطلقونهم الان بالبحر او راح نشوفهم الان وهم ينطلقون في البحر الان؟ اي نعم، الحين تنفتح البوابه ويطلع السمك بالانبوب الى البحر. طبعا المارينا هذه راح تكون حاضنه للسمك يومين ثلاثه، السمك شوي شوي بروحه يطلع مع السجي مع الثبر، يعني مع السجي مع الثبر يبدا يطلع شوي شوي. وهذه الطريقه وايد مهمه على اساس انه يتاقلم، يكون له مكان يتاقلم، يكون له عنده حمايه. لو تهده سيده بالبحر يعني تكون تحطه يم مرجان، يم شعاب مرجانيه، تحطه مكان محمي، يعني مثل ما قلنا جون الكويت هني طبعا المنطقه مو محميه حق الصيد، فالجون الخور المارينا هاي اللي احنا فيها قاعد نهده فيها تعطي مثل ما تقول ملاذ له قبل لا يطلع البحر، على اساس انك اي تهيئ كبدايه له بالبحر على ما ياخذ وضعه في البحر، بعدين ذيك الساعه يقدر. نعم شوي شوي راح يطلع. نعم نعم نعم. دكتور شنو نصيحتك الان يعني بخصوص صيد الاسماك، الصيد الجائر اللي احنا قاعد نشوفه بعض المرات، الامور هذه اللي انت قاعد تلاحظونها اكيد انت قاعد تمر عليكم امور كثيره. والله شوف انا اقول لك البيئه البحريه راح ترد الى حالتها الطبيعيه اذا وقف التلوث خاصه المجاري الغير معالجه، واذا وقف الصيد الجائر، هذه نقطتين مهمين. ما يعني ان احنا قاعد نهد سمك حي عشان انه يزيد عدد الامهات، ما يعني ان نهمل القوانين الارشاديه اللي تقدمها الهيئه للزراعه والثروه السمكيه، لابد لازم تطبق القوانين هذه بحذافيرها مع قوانين الهيئه العامه للبيئه، لازم تطبق، لان ايد واحده ما تشيل، لازم ايدين، احنا نهد وهم يحمون، وبالتالي ترجع ان شاء الله يرجع المخزون مره ثانيه ان شاء الله. دكتور الان بديتوا في اطلاق الشعم، كل يوم تطلقون تقريبا 2000 شعم، متى راح تبدون ان شاء الله في السبيطي في الهامور؟ والله احنا بس نخلص دوره الطلبه هذه 3 اسابيع راح نبدا بالنقل، راح يكون طبعا العمل هذا كله راح يكون هو سجلنا تحت رعايه الشركه الكويتيه للعطريات، ولكن الهيئه العامه للبيئه والهيئه العامه للثروه السمكيه زراعه الثروه السمكيه لهم دور كبير في الموضوع هذا، راح يساعدوننا، راح يكونون معانا، راح يعني راح يساهمون مساهمه كبيره بالموضوع هذا، فاحنا ما نقدر نشتغل بدونهم. دكتور تربيه الاسماك مكلفه جدا. نعم نعم تكلف وايد، من اكل، من امور، من رعايه، من عنايه. نعم 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 نعم، ولكن يعني تسوى، يعني تسوى المجهود هذا، يعني تسوى انك ترى. على فكره هاي النشاط هذا عالميا، اليابان شغاله فيه، امريكا شغاله فيه، دول كثيره شغاله فيه، وترصد له الحكومات، ترصد له مبالغ، لان اذا صار السمك الطازج موجود متوفر بالسوق، من راح يستفيد غير المواطن؟ مواطن يستفيد. دكتور احنا يعني بالسابق احنا كنا موجودين معاكم، كنت تطلعون مثلا انتم في اسماك صغيره، الان ما شاء الله الشعم شوف على يعني حجم اكبر، وكذلك انه فقط ان هذا السمك تزرعونه، في اسماك ثانيه موجوده عندكم او اشياء جديده موجوده؟ انواع الحين متوبكينها، يعني نقدر ننتجها بكميات كبيره، اللي هي الشعم والسبيطي والهامور. لحد الان احنا هالثلاثه، بس في مستقبلا راح طبعا اي يعني هالثلاثه هذول هم لا باس فيهم، يعني السبيدي شغالي فيه، ممكن ان الشيمه راح نبدا السكن الشيمه، ممكن الحمامه الكبيره القفداره او يسمونها طلاحه، ممكن يعني هاي الشغلات نبدا فيها، يعني بس بعدنا يعني لحد الان ما بدينا. الان اختباراتكم موجوده، معداتكم موجوده بخصوص الفحص، الاختبارات، التزاوج مثلا ما قلت مثلا تزاوجون مثلا شيء مع شيء على اساس انه تنتج لكم شيء جديد؟ طبعا الهجائن عندنا الهجائن السبيطي والسبيطي من الام شعم، والسبيطي من الام سبيطي، نتائجه وايد حلوه، ولكن يعني احنا ودنا نبدا بالاسماك السبيطي، يعني انا ودي السبيطي يروح اول، مو بس اطلاق، انتاج
احنا الحين قاعد عندنا مشاريع بنسوي مزرعه كبيره في بالرغضي انتاج 1000 طن من السبيط والشعم.